طيب مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي وسط مناخ سياسي واقتصادي مميز وإرهاصات اجتماعية متزايدة تخوض القيادة الجديدة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ما يقارب الثمانية أشهر من العمل تقود أهم ورشة إصلاحية يعرفها أكبر تنظيم نقبي في البلاد لتجاوز ارث ثقيل استدعى جهودا كبيره لاعاده ترتيب بيت لوجيتيا قياده شابه بافكار نقابيه جديده قال بشانها الملاحظون انها اليوم امام اصعب امتحان منذ تاسيس الاتحاد وهو استرجاع ثقه الملايين من العمال الذين يتطلعون اليوم الى عوده نقابتهم للتكفل بانشغالاتهم والدفاع عن حقوقهم المهنيه والاجتماعيه وما اكثرها مهنه باشرتها القياده الجديده بتطهير المركزيه النقابيه من حاملي المصالح الشخصيه والافكار التي لم تعد تتماشى مع الظروف السياسيه والاقتصاديه للجزائر الجديده ضيف هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي لسهرة اليوم السيد سليم لباتشا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في حوار صريح سيدور حول اهم القضايا السياسيه والاقتصاديه التي تشغل الراي العام الوطني هذه هذه الايام سيكون الحديث عن موقف لجته من التحولات التي تشهدها البلاد سياسيا عن نظرته للازمه الاقتصاديه ومخارج النجدة التي يقترحها الاتحاد الحوار سيطال ايضا ورقه الطريق التي تحملها القياده الجديده للاتحاد وعلاقه هذا التنظيم بالسياسه والنضال النقابي عن موقع الشباب في تركيبه اليوجيتيا الجديده واخيرا عن موقف الاتحاد من اثقل القضايا الاجتماعيه المطروحه على الساحه الاقتصاديه أهلا بكم سيد سليم لباتشا وشكرا شكراً على تلبية دعوة التلفزيون العمومي ودعوة برنامج الحوار الاقتصادي لكم كلمة افتتاحية شكرا أولا نشكر القناة وكل الطاقم المرافق في هذه الحصة على هذا الاستدعاء شكرا على واجب وإن شاء الله نكون أمام عند عندنا حسن ظن المشاهد الكريم إن شاء الله. والعمال بصفه عامه نعم قبل ان نفصل في كل التفاصيل التي وردت في المقدمه والتي سترد ايضا في تقرير الزميل عمار حلاس نتابع هذه الورقه التحليليه التي اعدها سيد الزميل عمار حلاس حول واقع لوجيتيا حول عمليه تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين والورشه الكبيره التي تنتظر القيادة الجديدة المنتخبة منذ ثمانية أشهر نتابع هذه الورقة التحليلية للزميل عمار حلاس ونفتح بعد ذلك النقاش بعد ما يقارب ثمانيه اشهر من العمل في صمت وبعيدا عن الاضواء يتساءل العديد من الملاحظين عن مواقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم من اهم التحولات السياسيه والاقتصاديه في الجزائر تساؤلات المشروع يقول بشانها العارفون بانها مقصوده من القياده الجديده لتغيير اساليب عمل سابقه وطي صفحه من تاريخ الاتحاد حاد في هذا التنظيم العمالي عن مهامه النبيله وهي الدفاع عن الحقوق العمالية للطبقة الشغيلة وأقحم طواعية في لعبة سياسوية على حساب المبادئ النقابية الكبرى وهو ما لم يعد مقبولا اليوم في ظل جزائر تصب نحو التغيير بروز جيل جديد من النقابيين لمرحلة جديدة تعيشها الجزائر بتحديات كبيرة لا تخفي اليوم صعوبة تولي هذا المنصب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد وإسقاطاته الاجتماعية الكبرى ما يستدعي من القيادة الجديدة استرجاع دور الاتحاد النقابي ومد يده لكل السواعد الحية التي تسعى لخلاص الوطن من الوضع الراهن المطلوب اليوم وبشكل استعجالي هو اعاده ترتيب بيت لجيتيا وتطهيره من الذين جعلوه طيله سنوات الفساد وسيله لتحقيق اغراض شخصيه واعاده عقارب الساعه الى نصابها والتفرغ لاهم الرهانات السياسيه والاقتصاديه التي تواجه البلاد فهل وفقت القياده الجديده في بسط اولى مظاهر التغيير المرتقب داخل التنظيم النقبي العتيد تنظيميا مشروع تعديل القانون الداخلي للاتحاد الذي كان بالامس مانعا لبروز النقبيين الشباب نحو المناصب العليا يطرح اليوم كاهم الاولويات على القياده الجديده حتى تتحدد بشكل نهائي اداب العمل النقبي في الجزائر ويفتح المجال واسعا امام النقبيين الشباب حاملي افكار التجديد والتغيير على السعيد السياسي يتساءل العديد من الملاحظين هل غاب ام غيب الاتحاد من المشهد السياسي الراهن وماذا يخفي الصمت السياسي الذي لازم الاتحاد ازيد من ثمانيه اشهر بشان الاوضاع السياسيه للبلاد ثم اي علاقة ستربط مستقبلا الحكومة والسياسي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وهل انتهى عهد التهليل والتصفيق العقيم للسياسات الاقتصادية الانتحارية على حساب مشاغل العمال واوجاعهم المهنية؟ اقتصاديا القيادة الجديدة تولت هذا المنصب في خضم ازمة اقتصادية خانقة الايجوتي مطالب اليوم بتحديد مواقفه بشكل اوضح من اهم القضايا الاقتصاديه للبلاد. اي تخوفات ترتسم اليوم بشان تدني احتياطات الصرف والتراجع المتواصل لمداخيل النفط. اي موقف للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول برنامج عمل الحكومه؟ كيف سيواجه الاتحاد المشاغل الاجتماعيه المتناميه للعمال في ظل الإرهاسات الاجتماعيه واشعارات الاضراب؟ هذه كلها ورشات وتحديات تبرز مستعصية أمام العهدة الجديدة لأكبر تنظيم نقبي وعمالي في الجزائر الجزائر تتغير والاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالب اليوم بتسخير مبادئ نضال أزيد من ستين سنة للمساهمة في التغيير الذي يتطلع إليه الجزائريون والجزائر من أجل تنمية الوطن إذا تابعنا هذه الورقة التحليلية للزميل عمار حلاس ويقول الزميل عمار حلاس الجزائر تتغير والاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالب بالتغيير تعملون منذ ثمانية أشهر في صمت رهيب لا تصريحات ولا لقاءات إعلامية هل هذا مقصود سيد لاباتشا؟ تفضل طبعا نظن أن العمل تاعنا اليوم يتطلب التأني والصمت <applause> باش نكون يعني يكون ايفيكاس كما نقول جينا في ظروف صعبه نعم يعني بطبيعه الحال بعد تراكمات تاع 20 سنه تاع مشاكل في كل القطاعات جئنا طالبنا بالتغيير مثل ما طالب كل الشعب الجزائري منذ 22 فبراير السنة الماضية كانت فيها تحولات تحولات عميقة مطالب صريحة بالتغيير في كل المجالات في كل القطاعات والحمد لله بفضل الجميع وصلنا للتغييرات نعم. وإصلاحات الآن نقول أننا ماذا كسبنا منذ من خلال هذا الحراك ومن خلال هذه المطالبة من أجل التغيير أولاً نعم. طبيعة الحال أن الجزائر لا تعيش معزولة عن العالم نعم. طبيعة الحال الكل يعرف أن بعض العواصم كان عندها مصالح منذ عشرين سنة في الجزائر طبيعة الحال هذه العواصم ما ترضاش أن هذه المصالح تروح لها كان ربما مخاطر لإنزلاقات لكن فضل وعي الشعب الجزائري لحافظ على السلمية خلال سنة وراح انهى الازمه السياسيه الحاده اللي كانت عندنا مه. بطريقه سلميه الا وهي الانتخابات الرئاسيه. يعني حراك باركه السيد الرئيس عبد المجيد تبون من خلال انه جعلوا يوم وطني يعني يوم 22 فبراير يوم انطلاق هذا الحراك الشعبي يعني هذا اعتراف أصبح مخلد اليوم هذا اعتراف وطني. في حد ذاته اعتراف صائب مه. والكل يتفق على ان لولا هذا الحراك لما كانت التغيرات في بلدنا صحيح آه ماذا نقول قد انجزنا من خلال هذه الاشياء ربما احنا نقول اننا اغلقنا ابواب جهنم لان الجزائر كانت معرضه مخاطر يعني. ورانا نشوف واش رايح في في بعض يعني. آه. اذا آه اغلقنا باب جهنم آه عندنا رئيس جمهوريه منتخب منتخب مه. عندنا حكومه يعني كل المؤسسات الدستوريه اليوم واقفه مه. عكس السنه الماضيه مه. اليوم واش يطلب الامر يتطلب العمل بجديه مه. كل المسؤولين يعني في كل المستويات نأخذوا بجديه الاوامر ونعمل تضافر المجهودات من اجل التحقيق يعني بدينا احنا نقولوش درنا التغيير مه. الرئاسيات يعتبر بدايه التغيير، <applause> لان التغيير ما يجيش بال بين عشيه وضحاها ما يجيش يجيب عمل، يجيب عمل وتجيب تضافر مجهودات الجميع، اذا الكل اليوم مطلوب منا كل في موقعه باش يدير جديه في العمل وياخذوا بزمام الامور حتى نصنع التغيير مع بعض نعم عيشتم مرحلتين منذ انتخابكم على راس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عيشتم مرحلتين مرحله انتقاليه نقدر نقول نقول انها مرحله انتقاليه وبعد ذلك مرحله رئيس منتخب شرعي منذ 12 ديسمبر 2019 هل لكم ان تقيموا الأولوية يعني المرحلتين الاولويه انذاك بعد ما جئنا من بعد المؤتمر 21 جوان نعم جوان الاولويه انذاك كيف يعني نساهم في المشروع الوطني باش نخرج بحلول، نساهم لايجاد يعني باش نوصل للحاله اللي رانا فيها اليوم، ساهمنا وقلنا بصراحه موقفنا تجاه الوضع انذاك وطالبنا بانتخابات رئاسيه وعملنا مع القاعده العماليه تاعنا وكان حتى الموقف تاعنا مخالف المواقف الماضيه وهذا كنت نقول لاول مره الاتحاد م. العام للعمال الجزائريين لم يتخذ موقف سياسي لم يساند اي مترشح لم يتدخل في الانتخابات ولم يملي على العامل لمن ينتخب هذا العامل يعني خلى الكل الخيار للعامل كلا على حده التغيير اللي جاء في المؤتمر تاعنا ما جاش تغيير يعني حتى غير في التركيبه البشريه م. حتى تغيير في المضمون في طريقه العمل والتعامل مع الاوضاع نحن كنا عايشين اوضاع وما كناش راضيين بها نعم. كيف اليوم يعني حكمنا القياده يعني الاتحاد العام نجي نعاود ناخذ نفس النمط ونفس يعني طرق التعامل عانينا من هذه المواقف مه. من قبل وكي جينا اليوم رفضنا اننا نكمل في الواقع الاتحاد العام قلناه في عدد مرات انه لا يمكن ان يكون قزم ونردوا ولجنة مسانده ونحترم الحريات ونحترم اختيارات تاع كل الشعب الجزائري وخاصه كل العمال مه. نعرف ان العمال عندهم نضالات سياسيه النقابيين عندهم نضالات سياسيه وكل منخرط في حزب ما كيف يعني اليوم نسمح لنفوسنا احنا كاننا لاننا قياده نملي عليهم ونقول لهم تمشوا مع المرشح الفلاني الهم تاعنا كان كيف نخرج بالجزائر من المرحله هذيك الازمه السياسيه الحاده الى مرحله استقرار يعني وهذا أه هذا اسمى أه اسمى من كل شيء يعني دوركم كان تحسيسي تجاه العمال والعاملات انهم يشاركوا في هذا الانتخابات ودورنا التحسيسي للخروج من الازمه ودورنا التحسيسي اولا لاننا شفنا حده الازمه السياسيه انذاك وكنا نتكلم على حدة الأزمة الاقتصادية آنذاك صحيح وكنا تكلم. بدينا الفئة ل... ل... الفعالة الجزائرية للعمال بدأت تحس ال... ال... الإسقاطات نعم. <applause> على على مداخلهم على ظروفهم الاجتماعية <applause> إذا على هذيك إحنا وجدنا كوموندي أو ناتيري باش نقول أتونسيون ما نقدرش نكمل بطريقة هكذا أنديفينيما <applause> لازم علينا نروح الحل سياسي باش نبدا العمل من اجل ايجاد الحلول للازمه الاقتصاديه اللي رانا نعيشها بحده اليوم مه. التزمتم الحياد في الانتخابات الرئاسيه ما هو موقفكم من الدستور هو محل مراجعه وسيعرض على استفتاء شعبي اولا النظره تاعنا للدستور طبيعه الحال الدستور الكل يتفق على ضروره اعاده النظر تاع الدستور ضروره تحينه للوضع الحالي نعم. بعد المطالب الشعبية وبعد التغيرات اللي عرفتها الجزائر في عديد المجالات إذا اليوم المطلوب من الجميع أنه يساهم باش نحين هذا الدستور وباش نوضع به ضوابط للجزائر الجديدة على سبيل المثال ما نقدرش نقول أننا احنا نملك كل الحلول لكن بدأنا في العمل من أجل ذلك احنا نؤمن بالنخبة الوطنية عندنا نخبة يعني لازم نخرج من صحيح نخرج من الرضاقة اللي عرفناها منذ عشرين سنة ولي فالور با لور بلاس وكل يقدر يوصل المناصب نا. عندنا نخبه، نخبة لازم ندير فيها، عندنا كفاءات لازم ندير فيها ثقة عندنا كفاءات وعندنا شباب أيضاً خاصة الشباب نعم. يعني معظم الجزائريين شباب نعم صحيح يعني راهم نعم. يعني أغلبية حتى نعم. يعني لو كان... حتى يعني لو كان نتكلم بالمنطقة الديمقراطية هم اللي غ... يغلبوا هذيك هي، دونك... دونك لازم يكون عندهم دورهم إذا واش درنا؟ آه... سطرنا برنامج وقلنا نعقد لقاءات جهوية نتلاقى بها مع النخبة الجامعية مع المناضلين النقابيين ونشرع في إثراء هذا المشروع تاع الدستور باش غدا نوصل نحط اقتراح أمام رئاسة الجمهورية درنا مؤخرا لقاء في مدينة تمسيلة في ولاية تمسيلة وحضروا فيه أعضاء لا بها، نخبة يعني عندها أه. عندها يعني الـ 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 التجربة الكافية وعندها المعلومات الكافية اللي تسمح لنا باش نرتكز عليها. أه. سمعناهم داروا لنا اقتراحات. أه. حطينا الاقتراحات بجانب وعندنا نزيد ننزل نرست باش نلم الجنوب النخبة تاعنا اللي في الجنوب الكبير. أه. أه. نزيد نسمع منهم ونزيد في ولاية الغرب والوسط أه. بعد هذا نوضع يعني نتكلم في هذه الاقتراحات ونوضعها يعني ك بروبوزيسيون دو لوجيتيا في اثراء الدستور ان شاء الله مراجعه الدستور ضروري ضروره لا محاله ضروره لا محال اليوم احنا عرفنا تحولات كبيره الجزائر تاع اليوم الجزائر تاع الامس اذا ادنى الامور اننا نعاود نراجع هذا الدستور اللي هو يعني ل... ل... المنطلق تاع كل القوانين الجمهوريه اللي تسير جميع الجوانب كل القوانين تكلمنا على الانتخابات تكلمنا على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهوريه السيد الرئيس التزم باربع او وضع 54 التزام خلال حملته الانتخابيه جسدت من خلال مخطط عمل الحكومة الذي عرض على البرلمان بغرفته وتمت المصادقة عليه شرعنا الآن في تطبيق هذا المخطط حكومة مكونة من تقنقراطيين الأكثرية منهم تقنقراطيين كيف تقيمون اليوم شروع الحكومة في تطبيق هذا المخطط؟ أولا تكوين الحكومة <applause> معظمها تقنقراطية <applause> ما يجبش اننا يكون عندنا احكام مسبقه. نعم. <applause> لان ربما الاحكام المسبقه ضرتنا كثير. وصل الوقت وين نقيم الامور حسب ملموس، حسب <applause> واقع، حسب عمل جدي. صحيح. اليوم ما يمكنش ان الوزير الفلاني لانه اسمه فلان وكان عنده ان باركور ان سيرتين باركور، اليوم نجي نقيموا قال هذا يصلح ولا ما يصلحش؟ شنو؟ <applause> كاين رئيس شرعي جاب الانتخابات وضع ثقه. في طاقم مه. تقنقراطي ولا متحزب لا يهمناش المهم عنده ثقة في في طاقم حكومي مه. طاقم الحكومي هذا المتحزب راح تكون عليه راح يكون عليه كلام لا شوف. كثير احنا يعني شوف احنا مه. متحزب يعني وغير متحزب مشكل الثقة يعني احنا واش يهمنا احنا واش يهمنا اليوم مه. اليوم يهمنا ان فيه برنامج حكومه صدق عليهم وصدق عليهم مؤخرا من طرف البرلمان. البرلمان يبغى نعم. اه اليوم نظرنا في هذا البرنامج لقينا بعض من مطالبنا أه. كنت على اليرجي كنت على الاسميج. كنت, الاسميج. أه. كنت على ضرورة تنظيم إعادة النظر تنظيم السوق أه. كنت على لانفورمال هذه أمور بزاف تخدم تخدم العامل والمواطن صفة عامة أه. لأن كنا على القدرة ايه تتكلم على القدرة الشرائية, الشرائية نعم. ايه. وهذه من أهدافنا هذا أه. من أهدافنا وهذا الأهداف اللي يعني اليوم مسطرة في برنامج الحكومة أمس كانت في برنامج مترشح أه. لليوم ولات برنامج رئيس نعم. لليوم ولات برنامج حكومه وراهي في التطبيق حنا كيفاش نقيم من الحكومه هذه نقيمها من خلال لي اللي اللي نوصل لهم الحكومه هذه تعمل نشوف من بين حقيبه وزاريه الحقيبة وزاريه نتابع ونراقب ونشوف اذا كان هاد الوزراء قاموا بعملهم احنا ما عندناش اشكالي فو لو بروبليم لو باش تشكر نعرض من احنا عندنا شويه هذاك الاشكال نشكر كي نشكرو قلاو نو اذا كان نشكروه من خلال العمل تاعو اللي يقوم به من خلال التجسيد نعم ولا كان لازم اون لو كريتيك اون نعم وما عندناش اشكال باسكو كونت كريتيك سي الشخص اللي يهمنا يهمنا يعني الحقيبه هذيك الوزاريه ولا هذيك القطاع اللي راه يعمل فيه ولا لو يعطيك الصحه دونك لازم نخرج من هذوك الاحكام المسبقه ونقول ان التق ولا المتحزب ولا فلان او فلان لازم اليوم نحكم على مضمون عمل نعم. واش جبت معك واش جسدت في ارض الواقع نعم. لان هذه هي الحقيقه اللي راح تساهم في بناء الجزائر الجديده وهذه هي الحقيقه اللي راح ترفع لنا المشاكل اللي رانا عايشينها خاصه وفي الظروف الحاليه الازمه الاقتصاديه الحاليه في الظروف الحاليه مخطط عمل الحكومه جاء في ظروف صعبه تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات أكثر بكثير في حدود 30 دولار للبرميل السعر المرجعي في قانون المالية لسنة 2020 50 دولار سعر الموازنة أكثر من 80 دولار والسعر اللي يغنينا عن أي ديون هو ما يفوق 110 دولار للبرميل كيف سنتعامل مع هذا الوضع؟ هل سنعيد مثلا ترتيب هذا هذه الاسعار من خلال قانون ماليه تكميلي؟ ام يعني وشفنا لابوليميك اللي دارها انخفاض اسعار النفط في الجزائر. يعني كيف سيكون يعني كيف ستعمل الحكومه؟ كيف ستقوم بتجسيد هذه البرامج حقيقه يعني ظرف ما يساعدش. نعم. حقيقه لكن الله سمحيني لي بكل صراحه. نعم ربما نتكلم على الجزائر الجديده لازم ننسى الافكار القديمه. صحيح. وما نخممش عليهم بالنمط نفس النمط اللي كنا نخمم به من قبل. نعاود نرد لك السؤال أنا ب... نقول ان نهار كان الاسعار تاع 120 دولار واش حققنا؟ ولا شيء. اذا الاشكال ماهوش في سعر البترول لازم نعاود نحي من الذهنيه تاعنا حقيقه تنخفض مداخل الجزائر وحقيقه يكون فيها انعكاسات يعني وخيمه على الاقتصاد وزير. مي لازم هذا يوصلنا اننا نحكم بزمام الامور ونقوم بعمل يا هل ترى نبقى الى متى نبقى احنا مربوطين باسعار البترول كاين بلدان مش مربوطه بسعر البترول نعم. وراه يتحقق نتائج يعني اقتصاديه فقط. لما نتكلموا نعم. نتكلموا فقط نعم. على جيراننا ربما اليوم الجزائري محتاج باسكو نعرفوا الجزائري كي يكون ضوء يقوم مه. بالمسؤوليه تاعو ربما احنا محتاجين ظروف كيما هذه باش نعاود نصوب السياسات الاقتصاديه تاعنا ونحطها يعني في السكه الصحيحيه لان نهار كنا في البحبوحه الماليه تعلمنا تفنيين وما كناش ناخذ القرارات السليمه من اجل الاقتصاد واش درنا في تنويع الاقتصاد باش نخرجوا من التبعيه البترول واش درنا؟ الاقتصاد تاع المعرفه واليوم الحمد لله تكلمنا عن الشباب نعم نعم نتكلم نعم. على سياسه نعم. ستارت اب ستارت اب شكون يديرها؟ هذا اقتصاد شباب. معرفة شباب ولا تحتاج الى امكانيه روح شوف نعم. لي بورص لي بورص مونديال كيفاش راهي مقيمه هذا الاقتصاد المعرفي الزراعه سياحة والحمد لله بلدنا كبير عندنا صحراء عندنا جبال عندنا شواطئ عندنا كذا واش درنا في هذه القطاعات ما درنا والو وربما اليوم الوضع يحد علينا مجبرين على اعاده النظر في هذه السياسات باش نحطها في الطريق الصحيح ونبدا نعمل لان بهذه الطريقه نبني الجزائر الجديده ما نبقاش مربوط باليطر بترول مليح لكن نقدر نقول نعمه او نقمه يا هل ترى اليوم انا اتكل البترول يولي اه 120 دولار يعني نتكا في الحيط ونحط يدي نربع يدي ونستنى وقت يطلع 120 دولار يا هل ترى هذا حل ماهوش حل المطلوب منا ما دام داخلين جزائر جديده وما دام كل الشعب الجزائري يطلب تغييرات الحمد لله كلنا يد يدنا يد بعض ونعمل من اجل تحقيق نتائج نتائج ملموسه على الواقع اللي تولي على العامل وعلى الشعب الجزائري بنتائج لازم يحسها ويعيشها يوميا يعني تتكلم على قطاعات ربما الفلاحه بدات تظهر بوادرها الصناعه شفنا واش صار في قطاع الصناعه السيد لاباتشا يعني كل لي زيزين في ظروف ماليه صعبه وشفنا اعاده الهيكله واعاده ضخ الاموال ومنح قروض لهذه المؤسسات يعني الى متى يعني مم. الاموال اليوم غير موجوده الصناعه في حاله يرثى لها حتى القطاع الخاص شفنا وش راه وش نجر عليه يعني ارباب هذه المؤسسات في السجون بسبب بتهم ثقيله جدا تهم الفساد وتبديد المال العام يعني من اين سنحيي هذه القطاعات وخاصه انه يعني حتى العامل عنده دور كل عنده دور نعم والله ربما الوقت وصل باش نقول ان البشر العامل كعامل والمواطن كمواطن والمسؤول كمسؤول اليوم لازم ندير الثقه في العامل البشري هذه الاشياء اللي عشناها مؤخرا نعم رغم رغم هذه المشاكل الاقتصاديه اللي تكلمنا عليها نعم المسؤول اليوم اللي راه في مؤسسه واش راه انا نقولها لك نلتقي بهم رانا في حوار دائم معهم خايف يجيه ملف اقتصادي باش ياخذ قرارات يخاف يلقى دي كما يقولهم يلقى نعم. اسباب باش يبعد عليه الملف هذاك اسباب اذا وعلاش باش يحمي نفسه صحيح اه يحمي اسمه يحمي عائلته لكن في نفس الوقت شكون اللي راح يعاني من شيء الاقتصاد صح اليوم احنا محتاجين ان تكون ان سينيال فور نتكلم على الحكومه نتكلم على الوزير الاول ومختلف الوزراء محتاجين ان سينيال فور دو لور بار بور بروندر اون لاسبي هذا تاع لا تريما اللي راه متخوف من الاوضاع جراء ما عشنا مؤخرا اذا اون اوبليجي اليوم دو رو دوني ها لهذا البشر اللي راه يعمل من اجل يعني إخراج إخراج البلد من هذا يعني المسؤول اليوم لما يسيني يقولوا له خايف كون قال لك سيني خايف 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 هو محتاج اليوم دي سينيو من عند الحكومة باش اه حقيقة دوك اللي قام بعمل اللي يخالف القانون يروح الحبس يروح نعم الحبس نعم نعم وهذه نعم. ما فيهاش يعني إشكال ما يعني إشكال وعندنا عدالة و... اليوم الحق والحمد لله العدالة تاع اليوم ما يشتعل الأمس رانا نشوفه واش راهي يدير يوميا ونحييها العمل اللي راه يديره وهذه هي الاستقلاليه العادله وهذه العداله اللي راه تخدم تخدم اللي تخلي غدوه هذوك الانزلاقات وهذيك السرقه وهذاك النهب ما يكونش باسكو هذاك النهب وين؟ مصدود دماء الجزائريين واليوم رانا شو شوفي رانا في ازمه اقتصاديه ورانا نشوف كيفاش رانا نتخبط كيفاش نعاود نرفع راسنا مشكل كبير جدا يعني وقلنا ان القطاعات خاصه الفلاحه راه بوادر يعني ظاهره اليوم لكن تكلمت وقلت باللي ننتظر دي سينيو تريفور نحو المؤسسات باش نعطيوها ثقة نعم. ونخليوها تعمل ما تخافش لكن في نفس الوقت لازم اختيار كفاءات كذلك نعم. وهذا شيء مهم اذا كان الامس كنا نخير مسؤولين نختار مسؤولين في مناصب مهمه بالجهويه بالمحابات. والمحسوبيه والمحاباه منا نو نعم. نعم. اليوم وقت الكفاءات الازمه راهي هنا وما ينقضها غير الكفاءات. صحيح. وقت الرضاء لازم يمشي، وكي نقول وقت الرضاء يمشي، لازم نلاحظه يوميا. في كل القطاعات لازم نلاحظها، ما نبقاش كانه شعار، باسكو لا بقينا كشعارات ما درنا والو، نعاودوا نوليو نفس الاخطاء ونعاودوا نوليو نفس المشاكل. نعم، فيما نبقاو دائما في التزامات الرئيس، لي يعني كيف استقبلتم قرار رئيس الجمهورية بإلغاء ليغجي على يعني يساوي أو أقل 30 من ثلاثين دينار. دينار جزائري ثلاثين ألف دينار, 30 ألف دينار جزائري بطبيعة الحال والمتقاعدين والله إحنا تلقينا هذا القرار بأريحية لأنه نعم. يعني كان من ظلم مطالبنا. طلبنا وما دام الرئيس الجديد والحكومة الجديدة أدرجت في برنامجها هذا المطلب والله تلقينا بأريحية لكن الآن نقول لك رانا نعمل رانا نحضر في اقتراحات في هذا الجانب هي بون لا بريمير ديسيزيون سي دانيولي تو سكي او دو 30 ميل دينار لكن احنا من جانبنا نشوف ان اه كي نشوف القدره الشرائيه نعم كي 30000 دينار جزائري كي 40000 كي الف, 50000 نفس الشيء اذا حنا رانا ننظر ندير في دراسه نقدمها كمقترح للحكومه آه، وان شاء الله نلقى فيها اتفاق باش ندرجها في قانون الماليه التكميلي نعم. اللي هو في صدد الانجاز نعم. آه، واش نقول فيها ما نعم. نحبش غير في موان دو 30000 يا امبارام ديروتوني يرجي سي بيان

نو حنا قلنا, لا. 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 نعم. قلنا لازم عداله اجتماعيه هذه الضريبه الوحيده اللي سير سيدة باشا نعم حنا قلنا لازم عداله اجتماعيه قلنا فيه دي فونكسيون ليبرال فيه لانفورميال فيه مؤسسات تنتج تشتغل خارج اطار مه. قانوني ايبا هذه ثاني لازم أت... صعب لا صعب احتوائها يعني الان صعب لكن لازم يكون لا فولونتي بوليتيك لازم يعني تكون يعني سافا معليش معليش مي فو كومونسي لازم نبداو نو حنا ماناش نقول نو ماناش نقول نو حنا ماناش نقول اننا لتصفح. نعم, نعم. نعم. حنا نقول نبداو نعم نبداو في التغيير <تصفح> باسكو هذا لانفورمال كان العام اللي فات وراه هذا العام ولو كان نسكتوا عليه يكون العام الجاي ودون دي زون دون 20 نعم اي فو كومونسي لازم نبداو ديجا باش نحاربوا تكون عندنا اراده سياسيه قويه ونحاربوا هذا المجال لانه فيه انعكاسات الخزينه العموميه فيه انعكاسات على السوق في حداتها فيه انعكاسات على القدره الشرائيه دونك كل هذا لازم تكون عندنا فولونتي لازم ناخذوا ما الامور في هذا الجانب ونبداو ما نقولش كي نبداو راح نحقق كل المطالب نو مين كومونس نبدا اليوم وشيئا فشيء نحقق اشاك فوا نحقق ندير 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 اون ايتابه اشاك ندير طاب حتى ان شاء الله نوصلوا طاب وين نعم، السيد لاباطشا مما يحدث في كبرى المؤسسات الاقتصادية على غرار الحجار وبلارا في يعني آآ آآ مؤسسات شوف. فيها مشاكل كثيرة سيد شوف والله احنا متخوفين اليوم، وتخوف تاعنا راه يعني متخوفين من يعني ضياع مناصب العمل مه. وراكم لاحظتوا مؤخرا مؤسسة أوريدو نعم 900 عائلة ما نقولش عامل لأن وراء كل عامل كاين عائلة 900 نعم. عائلة كانت مهددة بالبطالة نعم لولا قرار رئيس الجمهورية لجاء قرار جريء حتى إلى دوني أن سينيال فور أليترونجي بلي الجزائر تاع اليوم ماهيش تاع البارح إلا كان البارح هادو أصحاب المال الأعمال الأجنبيين نعم. كانوا كان يسيرون لنا اقتصادنا وينجحوا فيه والخساره يرميها العمال تاعنا اليوم ما بقاتش <applause> هذا من محققات الحراك اللي والتغييرات اللي جات من الحراك الحمد لله اليوم الاجنبي يحسب معايا ما يحسبش من بيا و900 عائله مازال خدامه <applause> كيف يعني شركه أريد وربما شركات اخرى كان شركات اخرى يعني كان <applause> قرار بترحيله في نفس اليوم السيد لاباتشا هذا هو النيف الجزائري هذا هو النيف الجزائري لازم نتعامل ند للند انا نخاف منك لانك اجنبي نعم. انا نحشم اون ابلي دو كومبلكس نعم. ما عندنا حتى مركب نقص امام اي كان كاين عامل كاين قوانين مه. جمهوريه لا 90 لا 90 14 كاين دستور وعلى الجميع احترامه مه. مهما كان حتى انت اجنبي ست وعلى راك هنا في الجزائر بوزيو راك نعم. هنا يعني. عمارك تنتج منطقة الربح نعم اه وفي ما يتعلق منطقة مم. الربح هذا تربح انت سي بيان معليش والحجار لكن يربح العمال كذلك بطبيعة الحال والحجار دونك ودا. اي ايه دونك احنا التخوف تاعنا راه من هذا شبح البطالة التخوف تاعنا والعمل تاعنا اليومي راه نعمل من اجل يعني سيكيوريزي لو ترافاي دو سومبلوا كومون بروتيجي لومبلوا دون فيتور سورتو الوقت اللي رانا فيه هذا هو يعني التخوف الكبير اللي عندنا وهذه هي اللي لازم يكون مجهودات كيف نلقى حلول مؤخرا مع وزاره الصناعه نعم كان فيه تشاور وتحاور يعني اخذ ورد مع بعضنا بعض والحمد لله لقينا اجراءات كيفاش مكننا من لونيام تكمل تشتغل كيفاش مكننا من لوني تكمل تشتغل سوناريك تشتغل نعم الحجار رانا ننظر مع بعضنا بعض كيفاش نلقى والحمد لله رانا نلقى باللي يعني كاين توافق كاين نعم. توافق وعندنا نفس الاهداف آه. وهذا الشيء لازم اللي يعطينا شويه نحينا التخوف نعم. يعطينا شويه اريحيه لانه نعم. وزير الصناعه لم يرد عنده خطه خطه بالنسبه للحجار ولم لما كان ضيف برنامج الحوار الاقتصادي لم يرد الافصاح عنها وقال من نهايه السنه راح تكون المفاجاه بالنسبه لمصنع الحجار م. ان شاء الله نحن إن شاء ننتظر الله. حتى يعني شوف حتى لا اس كذلك نعم مؤخرا نعم اللي تم كان في أعطيك الصحه حقيقه سان تعيش ازمه مهم. كمؤسسات اخرى كذلك ماهيش غير هي في نفس الوضع مهم. كان فيه لقاء مؤخرا مع الفيدراليه المعنيه تاعهم نقابه المؤسسه درنا فيه حوار صريح جاد مهم. نقاش مع بعضنا بعض درسنا جميع الجوانب ورانا في صدد طرح يعني وجهة النظر تاعنا أمام وزارة الصناعة نعم. ونشوف كيش نتعامل مع بعضنا بعض ونلقى يعني الطريقة تقبل. الأنجع مه. الطريقة الأنجع لتمكين تحويل هذه المؤسسة مه. لأن اليوم في تقبل من العمال لتحويلها؟ لا دوك العامل اليوم العامل اليوم واش راه يحوس؟ يريد أن تضمن لي منصب عامل لي أنا ما بقاش نجي نخدم ونستنى شهرين باش تخلصني أنا في مارس تخلصني في شهر جونفي إذا العامل عنده مسؤولية عنده مسؤولية عائلية عنده ظروف يقري ولاده يوكلهم يلبسهم يداويهم ومحتاج انه يكون عنده صالير دونك انت تظني انه اليوم العامل ما ما يحبش تحوله لقطاع وين يضمن المنصب العام تعويض يضمن لو سالير يعني المؤسسه في لكن المطلوب بون احنا ما نحبش المجهول احنا الطابع تاع الانسان ما يحبش التغيرات كان قال اس ام بي هاو نمط التسيير تاعها كيفاش كيفاش اليوم رانا في ازمه حقيقه رايح لجهه اخرى احنا نخاف من التغيير لكن على هذه الجانب لازم ندي دور ونفتح قنوات الحوار مع الوزاره المعنيه ونعطيو لها تخوفات تاعنا وتعطينا لي زاسيرونس تاعها ونوليو للعامل ونفهموه العمليه ونفهموه كيفاش راح يتم التحويل هنا وين فوزالي سيكوريزي لو ترافاير ميم مونتالمون يسرا ترونكيل اون فاي الي تو يعني سيكوريزي نعم لو البيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد لافاتشا يعني منذ ثمان اشهر وانتم تعملون على اعاده حتى نسيت قطاع سمحي والله ندخل باش نبقى الجانب الاخر تفضل حتى نسيت قطاع قطاع التربيه قطاع هام نعم نشوف ان حتى يعني تاع الاستاذ لازم ترجع باسكو بون الكارثه الكبيره اللي عرفناها في السنوات الاخيره اننا ضيعنا لي فالور صحيح عندنا استاذ بكري احنا الاستاذ مقدس قم بالمعلم الامام مقدس كما عندنا هادو رموز اليوم لازم نرد الرمز هذا نردوا لمكانته نشوف بعض القطاعات تبدو بدو تبان بالك اه اضطرابات واضرابات سنتكلم ونحوش. عن كل هذا سنتكلم سندخل الى يعني احنا لهنا دخلنا البيت جي تي يعني وضع نقدروا نقولوا إنه كارثي كان في بيت لجتيا سيد لاباتشا هل بدأتم في إعادة ترتيب البيت لاحظنا أنه هناك تضارب هناك عديد نقابات في نفس المؤسسة يعني كيف وجدتم الوضع وأنتم يعني ابن لجتيا يعني تعرف الوضع حالياً كيف بدأتم بتطهير هذه؟ والله هذا الإشكال؟ آه يعني؟, يعني هو وضع صعب وشاق. ويطلب مجهودات ويطلب جراه ويطلب شجاعه نعم لكن نحن أهلها أه، لاحظنا ان الاتحاد العام من, من قبل كان مسير بطريقه مغلوقه ما فيش لا صعود لا نزول ان ستاتيكو في الهياكل تاعو ان فيتا كومبلي اون لا هذا هو الاشكال وانا بلوكي تو لي بالي هذا في الواقع ملقيناه في قوانين تسيير الاتحاد العام للجزائريين يعني كانت ريجي بار دي لوا يعني بيان سور بيان سور ما كانتش فوضى شوف نعطيك كان على سبيل المثال نعطيك على سبيل المثال من اهم الاجراءات اللي قمنا فيها مؤخرا 23 فبراير عقدنا اللجنه الوطنيه لا كوميسيون ناسيونال ودرسنا التغيرات اللي نديرهم في المشروع. نعم. درسناه وصادقنا عليه. اللي نعم. نديرهم في النظام الداخلي. نعم. أهم التغيرات النظام الداخلي وشنو هما؟ كيف نزعنا كان عندنا إجراءات تقول أن لازم يكون أقدمية. نعم. كي يكون أقدمية؟ العنصر نعم. الشاب وين راه دوره؟ نعم. يكون عندك أقدمية باش تقدر تترشح لمنصب ما. العنصر نعم. الشاب وين راه؟ هنا غلقنا الأبواب أمنوا <تكتشفه> وكان فيها عدة مواد يعني الترت دون سونس بور لو ستاتي كو نعم كي القوانين كي نغيرهمش ونحطهم يعني كيف نسمح للعنصر الشاب باش يترشح ويتقلد بعض المناصب القياديه في الاتحاد العالمي يعني حسب بعض المعلومات انه كاين في قطاعات حتى دي جون غوتريتي راه مازالوا على راس النقابه حقيقه لكن حنا دوك نظرتنا كيفاش البعض خدينا عليهم اجراءات نعم <تكتشفه> خدينا اجراءات صارمه وراحوا للدار البعض باش نغير كاع المنظومه قلنا نديروها تدريجيا نعم غيرنا قوانيننا رانا نحد انا الفلسفه تاعي شنو هي نعم انا نتابع القاعدة أكثر من تابع الهياكل وهذا هو الأهم لا في العمل النضالي آه في, في العمل نعم. باش نتبع اتحاد ولا واش راه يقدم ولا فيدرالي واش راه تخدم ولا اتحاد واش نتبع نتبع الجمعيات العامة والانتخابات أهم شيء كيف يعني نسمح بسط الديمقراطية في الانتخابات ونسمح للقاعدة كيفاش تختار بكل حرية الممثلين تاعها وكيف نساهم ناكومباني هاد الممثلين اللي يجوا جدد حتى الحين لو فيرو تاع الاقدميه دونك سمحنا للشباب باش يدخلوا كيفاش نتابعهم نتابعهم حتى يطلعوا لكل يتقلدوا كل المسؤوليات في الاتحاد العام ولتم نقدر نقول درنا تغيير حقيقي لكن هادو عندهم لي زونسيان في جميع النقابات سيد لاباتشا وانتم ادرى بهذا عندهم دي تكنيك انهم هما اللي يعاودوا ينتخبوا على راس هذه النقابات شوفي. في الولاية. نعطيك تابعت بعض الجمعيات الانتخابيه نعم. تيارت ايه تي بعض الولايات نعم وصلنا حتى اعضاء اعضاء يعني سي اعضاء المركزيه نهضر نعم. على لي سيكتير ناسيونال نعم ها هما نزلوا داروا جمعيات شربو. عامه قاعديه وتاكدوا نعم. على العمليه الانتخابيه وكان عرس في اوساط العمال اللي قال لك صار صرا تغيير بيان سو تغيير نعم. من تغيير لان كي تعطي القاعده الحريه تاع باش تختار كنت كي مؤكده انا ماش تختار اللي كانت مسلطين عليهم 20 سنه هم مسلطون عليهم نعم. يعني هذا نعم. دونك حنا واش لازم ندير لازم نتابع القاعده تاعنا ونوقف بجانبها باش نخلي ما كاش اجراءات تخرج من اتحاد محلي واتحاد او وفيدرالية تخرج اجراءات باش نغم هذه القاعده لازم كيش نحررها بالعمل الدائم معها ولا بريزونس تاعنا معاهم <applause> يعني نح نحن لا نعمم سيد لاباس <applause> لا نعمم نتكلم, لا نعمم نتكلم عن بعض <applause> آه النقابات عندنا على المستوى عندنا آه آه هي هي على المستوى هي, هي, احنا عندنا <applause> عندنا اطارات نقابيه لا باس بها ذات كفاءه ذات نزاهه وعندنا العديد منها يعني لا. ما لكن... لا. نحن لا نعمم لكن كثير من هذه النقابات يعني اصبحت تهتم بمصالحها الخاصه ولا تكترث للعمل النقابي وانشغالات العمال. احنا اليوم هي لا نعم وقلتها في الحصه اللي نعم اول برنامج فتن... قلت باللي احنا واعيين اننا هذا العمل باش ندير لا <متحك> وباش نحقق استقلاليه تاع لورغانيزاسيون <متحك> وباش نغير في لورغانيزاسيون راح نلقى دي ريزيستانس اي <متحك> با نايف ونقول قال فوالا راه عمليه سهله نعم عمليه صعبه لكن الشيء الصحيح اللي راه عندنا هو؟ اننا عندنا النيه وعندنا الجراه وعندنا الشجاعه انكم <متحك> تواجهوا واننا نواجهوا هذه الاوضاع وواجهنا هذه الاوضاع وعاقبنا بعض الاطارات حتى في في المركزيه فلسيج. على مستوى على مستوى ناسيونال <applause> يعني لاحظنا انه كاين تغيير لاحظنا م. انه هناك تغيير حتى في الوجوه على مستوى الامانه العامه <applause> نو اليوم اليوم حتميه حتميه إذا كان نحب هذه المنظمه لازم نسمح لها بالتغيير نعم لكن نحب المنظمه كيما عشت فيها انايا اللي في عمري سبعين سنه م. نخلي الشبان يجيو هم يعرفوا بعضهم يعني حتى حتى يعني من جانب السوسيولوجي أه. كيف يعني واحد 70 سنه يمثل ان أه. جون دو 22 ما يقدرش يفهمهم ما يفهموش انا في وضع جديد يطغى عليه العنصر الشاب أه. عندهم نمط العيش تاعهم عندهم مطالب تاعهم عندهم طريقه التسيير تاعهم اذا أه. باش نفهمهم لازم نمكنهم انهم يتقلدوا هذه المسؤوليه التمثيليه ونساهم معهم ونتبع معهم ومن بعد يبقى القوانين هي اللي تفصل كاين عامل نقابي مقنن كوديفي ونتبعوهم ربما نعلموهم ربما بالك يجهلوا بعض الامور ربما تشوف حتى يعني في جانب اخر كي بعض الفوضى في بعض الاضرابات سنتطرق الى الاضرابات سيد لاباتشا نبقى فقط في ترتيب البيت عندكم لي هل ستعيدون النظر في هذه الفيدراليات شوف والله شو مؤخرا اللجنه الوطنيه او لا كوميسيون ناسيونال اللجنه نعم. الوطنيه قررت باقتراح من الامن الوطنيه والامين العام نعم. قررت ان تعيد النظر في بعض الهياكل تاع الفيدراليات وحنا في صدد كذلك انشاء 10 اتحادات ولائيه صدد انشاء 10 اتحادات ولائيه كما يعني التقسيم الجديد الاداري الجديد نفس الوقت كان بعض الفيدراليات نشوف ان في الماضي خلقنا فيدراليات سور ميزور بعض الاشخاص هذا ما يمكنش كانت في حسابات كما يقولوا دي كالكيولي قال الفيدرال الفلاني ماهوش معايا نقسمها الى اربعه ونطلع اربعه في منها باش يعودوا ثلاثه معايا واحد ضدي هذه حقيقه هذه حقيقه عشناها اذا هذه الفيدراليات راح نعيد النظر فيهم عندنا لجنه وضعناها راهي تدرس تصنع بطريقه يعني دقيقه وطريقه عقلانيه ومسؤوله تدرسنا كيفيه اعاده تنظيم لهذه الفيدراليات كي نشوف وزاره واحده عندها اربع فيدراليات يعني حتى العمل كيش رح يكون من جهه من جهه كثرنا المشاكل على نفس الوزاره ومن جهه نقصنا من دور الفيدراليه وقزمناها صحيح كيفاش كانت فيدراليه قويه قسمتها ردها, ردها حتى الفعاليه نقصتها لها لازم نعود نرد لها قوتها لازم هذه الفيدراليه كي تجمع القاعده تاعها تلقى عندها قوه وكي يكون عندها قوه بطبيعه الحال كي تتكلم وتهضر على حقوق العمال وتعمل من اجل حقوق العمال توصل لان عندها قوه نعم هذه فيما يتعلق بالفيدراليات فيما يتعلق بلي سانديكا دونتربريز اولا ما هو الفرق بين سانديكا دونتربريز و ان ثانيا لماذا في كل مؤسسه نجد عديد لي سيكسيون و سانديكا شوف هذا تنظيم احنا في في المنطقه تاعنا يعني في القانون الاساسي النظام الداخلي في المنطقه تاعنا يعني كل منصب قرار ندير له ممثل يقابله نعم كي نتكلموا على سانديكا اونتربريز نتكلم على مدير عام عامه نعم كي نتكلم على سيكسيون سانديكال نتكلم على وحده عندها مدير وحده نعم اذا هذا المدير الوحده عنده عمال دونك لازم هذ العمال نكونهم نخدم منهم مه. نخليهم يوصل باش يديروا سيكسيون سانديكال باش يعودوا يقابلوا مصالح العمال مع هذا المدير مه. ربما دي سانكسيون ربما حقوق ربما ظروف العمل مه. دونك لا سيكسيون اللي توجور بريزونت باش تواجه المدير من اجل حقوق العمال كم العدد القانوني لانشاء سيكسيون هي 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 القانون واش يتكلم يتكلم على 20% دو ليفيكتيف يكون عندك 20% دو ليفيكتيف باش تقدر تنشا سن. 20% دو ليفيكتيف يكون اديرون باسكو كاين اجراءات قانونيه نعم. ايه كي يكون اضيرون تقدر تنشا تنشا اون سيكسيون هذا انا نتكلم على الجانب القانوني من بعد نولي نعم لك على الواقع نعم نعم نتكلم على الجانب القانوني نروح الواقع من بعد نعم من كل الوحدات اللي تنتمي لنفس المؤسسه نكون نقابة مؤسسه باش تواجه المدير العام نعم باش تعود تكلم على مشاكل عامه العمال كافة نعم دونك هذا هو التنظيم لكن الملاحظ الواقع الملاحظ نعم. في الواقع نروح المؤسسه نلقى زوج نقابات مؤسسه بيراسيا نعم. يعني هذه الشركه كيش راح يعمل المدير العام تاعها مع زوج نقابات مؤسسه عاملين و العظمى شنو هي؟ لان اثنين هذوك النقابات المؤسسه مصدرهم واحد اللي هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين نعم. نعم ونحن نتكلم نعم. عن المنضويه تحت نعم. لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تروح بعض الاحيان نعم. فرع نقابي تلقى زوج فروع نقابيه يمثلون نفس العمال هذا عنده بي في دانستالاسيون تاع سعيد والاخر عنده تاع قدور لكن في في زوج سي لون جي تي هل هذا قانوني؟ ها غير قانوني هذا غير قانوني يعني هذا كي نتكلم حتى في النظام الداخلي والقانون الاساسي تاعنا ما يتماشاش اذا هنا رانا شرعين في الاجراءات كاين اشياء غيرناها وجينيرال واش ندير؟ نلغي المحضرين بس ما نقدرش انا نقول لك شكون شرعي وشكون ماشي شرعي ما على باليش جو واش ندير شكون نحكم نحكم القاعده نلغيهم <applause> ونرجع للقاعده قال اختاري لي الممثل تاعك اللي اختارته هذوك مرحبا بهم نعطيهم محضر واحد هذو يعني من ضمن المشاكل اللي رانا نلقاوها في الساحه سبب بروندر كومبيان دو تون سيد لاباتش لاعاده هذه المشاكل لانه في الاخير هذا ينعكس م. على العامل يعني نعم. هذا ينعكس على تمثيل العامل لان نعم. يعني العامل موش محتاج ماهوش محتاج باش تقسمه نعم. وتقسم فئتين نعم. من نفس القاعده العماليه وتخلق تحطهم في صراع موش مصالح العامل نعم. العامل هذا محتاج انه يختار ممثلين نعم. شرعيين من عنده نعم. ويعملوا من اجل مصالحه نعم. واش محتاج موش محتاج انه ينتمي لهذا ولهذاك ماهوش نعم. معقول ان نفس العامل عنده زوج ممثلين نعم. كل واحد يقول لك انا هو الممثل الشرعي وانا هو اللي يتكلم باسم الله نعم دونك هادو هادو, هادو اشياء لازم ننتهي بها وهادو في اقرب الاجال نعم بس هادو الامور مضبوطين بينين مه. الاشكال باين يطلع الاشكال ناخذ قرارات نفعل على ارض الواقع ورانا يوميا رانا نتعامل بهذا الشيء نعم كل خطره في قطاع لكن العمل صحيح كيف نسمح للقاعده يعني في الاجراءات القانونيه للانتخابات مهم. احترام احترام يعني احترام جد نعم. تاع كل القوانين الانتخابيه مهم. ونسمح تمثيل قاعدي وخاصه الشبان وحتى القاعده يعني متكونه باغلبيه نعم. كبيره من الشبان وكيفاش اون فاليزاكومبانيي باش ن... يتقلدوا كل المناصب ولتم نقدر نقول اننا درنا التغيير الحقيقي في الاتحاد العام للعمال هل هل رقابه على هذه آه النقابات على النقابات مثلا فيما يتعلق نعم. مثلا باستعمال نفوذ النقابه والاثراء غير الشرعي وهل هناك اجراءات تتخذها النقابه في حقها؟ اولا عندنا زوج طرق نعم باش نراقب ونتابع العمل نعم. النقابي فيه عبر الاتحادات الولائية أو عبر الفيدراليات نعم. إذا كان نتكلم على الفروع النقابية نتبع بالاتحادات الولائية ولا كان نتكلم على النقابات المؤسسات ب عبر الفيدراليات ومن يراقب الاتحادات الولائية؟ المركزية النقابية عندنا عدة أقسام كل قسم عنده تخصص قسم التنظيم، قسم النزاعات، قسم العلاقات الخارجية، قسم العلاقات يعني العامة. في بعض الأحيان ك... هناك تواطؤ أيضا من الاتحادات الولايات لا الولايات. ربما كان من قبل، نعم. اليوم ما عندناش هذا التواطؤ. نحن قارطة. نتكلم يعني نعم. من أن بيلون سيد. في البيلون لقينا في بعض الأحيان حتى يعني يعني باش ما نظلمش. نعم الممثلين تاعنا في الولايات، نعم. يعني نتكلم عن الاتحادات الولائية ونتكلم على الفيدرالي حتى ما نظلمهمش. نعم. يعني حتى هما كانوا يسوبيس لو ديكتات المركزية. لأن كان في الأمن الوطنية السابقة دكتور. عندهم احبابهم وعندهم مصالحهم، كانوا يضغطوا على الاتحادات الولائيه ويضغطوا على الفيدراليات وما خلوهمش يعملوا العمل تاعهم، يعني كيف اتحاد ولائي يروح يشرف على انتخاب يتلقى هاتف يقول له دير فلان. يعني هل ترى هذا عمل؟ يعني هل ترى بهذه الطريقه راح يعني راح نعزز مكانه العمال عندنا وراح ندير لهم تمثيل تاعهم؟ حتى استعملوا في بدايه الحراك لضرب الحراك ما كانش وين ما كانش نعم. وين يكونوا انتخابات وما كانش هاتف باش يقول لك دير فلان او فلان نعم حتى تعيينات وعلى هذا اللي لقينا يعني كي نتكلم مع الاتحادات الولائيه ونتكلم مع الفيدراليات مه. وحتى مؤخرا مع لا اعضاء لا كوميسيون ناسيونال اي لي ريسبير اجوردي باسكو عاودوا صلاحياتهم انا انا ما نسمحش باش نعرف على صلاحيات تاع الهياكل نو كل هيكل عنده صلاحية لكن كي نتلقى شكاية نتصل بالهيكل ونشوف معاه الإجراء القانوني احترمه أم لم يحترم لم يحترم نصوبه احترمه ما كانش مشكلة يعني حتى هذه النقابات اللي وين نلقاو اثنين ثلاثة خاصة تفاقمت مع بداية الحراك سيد لاباتشا إيه لا وين وين كاين تخذت من لا لا. مع الحراك آه. وين آه. نعم. آه. نعم. لاحظنا أن بعض النقابات اللي خدات موقف مه. مع الحراك وهذا يشرفهم الموقف تاعهم على كل حال تعاقبوا صحيح تعاقبوا وخلقوا لهم نقابات اخرى موازية ويعني راكي شوفي راكي حطيتي الاصبع تاعك على النقطة المهمة نعم. لأن هذه الحالة اللي كنا نتكلم عليها ونلقى ازدواجية نعم. التمثيل جات نعم. من هذا الشيء لا كيف هذه النقابة اللي راهي اليوم هنا مشات مع مطالب الشعب يعني نوقفها نعم. ونحط نقابه اخرى والوق... النقابه هذيك اللي وقفتها ما تعترفش بالتوقيف تاعي ما تعترفش به نعم. تقول لك انا ما نعترف لا بك نعم. انت لا بالتوقيف تاعك لقينا نعم. روحنا في الزواج وهذا ما يخلق مشكل على المؤسسه يعني هذا آه نعم. سير, سير الحسن للمؤسسه هذا ينعكس سلبا على سير الحسن للمؤسسه لان نعم. هذه الاضطرابات نعم. اللي تكون على الجانب التمثيلي راح تخلق وضع عدم استقرار على المؤسسه وحتى المدير تاع المؤسسه ما عندوش يعني اون مارج دو مانوفر صحيح. ما عندوش دخل في هذا الامر يعني سوبي ويقعد يشوف صحيح. ما عندوش دخل ما يقدرش يعني يتدخل باش يصوب شيء او يغير شيء نعم نروحوا آه للاضرابات سيد لاباتشا مم. لاحظنا انه هناك عديد الاضرابات يعني آه تنظم يعني آه سون بريافي آه نوضو مثلا في الصباح قال اليوم قطاع مشل آه وتابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين ولاحظنا في كثير من الاحيان آه يعني عدم تحرك الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويخلي التحرك للعداله التي تفصل في عدم شرعيه الاضراب اين دوركم آه في آه ترتيب, آه ترتيب آه هذه الامور سيد هذا هنا راك تكلمي على واقع نعم. واقع حقيقه لا يمكن آه يعني التستر ولا خفيته هذا واقع رانا عايشينه. ويجب يعني العمل من اجل يعني تحديد دور الكل. أه حق الاضراب حق مشروع. حق دستوري. النقابه كي تلجا للاضراب لازم يكون اضراب مشروع كيف يكون باحترام الاجراءات القانونيه الاجراءات القانونيه. أه حقيقه أن عندي مطلب وانا نحس للمطلب المطلب تاع القاعده تاعي قانوني بعض الاحيان ما نعرفش نتعامل مع الاجراءات القانونيه ما هي هذه نعم بعض الاحيان ما نعرفش نتعامل مع هذه الاجراءات القانونيه وبعض الاحيان كذلك يكون تعسف الاداره بغلق ابواب الحوار لتخلق هذه الاضطرابات وهذه الاضرابات نقول شوف الاجراءات القانونيه بين أه كاين اجراءات تاع حوار كي تغلقوا باب الحوار ندير جمعيه عامه جمعيه مع نشاورها نعطيها حوصله عرض حال على الاشكال القائم بين النقابه والاداره ونقول ها واش عملنا من اجل المطالب وها واش درنا من الاداره ونعرض على الانتخاب اسكو ندير اضراب ام ولا ما نديرش اضراب؟ اذا كانت اغلبيه من العمال في الجمعيه العامه تقول ندير اضراب التم ندير اشعار بالاضراب وكي ندير اشعار بالاضراب نزيد نذكر حتى الاجراءات تاع لي نحافظ بها على لو سيرفيس مينيموم ولتم نروح للاضراب هذه هي الطريقه القانونيه لكن هل ترى هذه النقابات اللي ما يعرفوش تاع الاتحاد العام اللي ما يعرفوش هذه الاجراءات هل ترى آه نوريهم بالاصبع ونقول هذو الناس ما تعرفوش انا نقول مسؤوليتنا دابور نعم احنا كقياده واش درنا باش النقابين تاعنا يطالعوا على هذه الاجراءات ويضبطوا هذه الاجراءات على ذيك اليوم من الاجراءات اللي جينا بها ان مركز التكوين اللي عندنا في العاشور لينارس لانسيتي ناسيونال دي النقابي. سنديكال درنا برنامج تاع تكوين واكدنا على بعض لي موديل واش نقول قال النقابي لازم نعلموا واش هي قانون 90 14 للعلاقات التمثيل قال لازم نعلموا واش هو قانون 90 11 المسير للعلاقات العمل هو ما يعرفوش السيد هذا الشيء لا انا ما, أنا, نعم. أنا, ما لل... انا ما نقدرش نقول يعرف انا ما نقدرش النقابه المفروض من المفروض من نعم. المفروض لكن ما هوش هذا هو الواقع نعم انا في عده احيان لقيت ما على بالوش نعم. ندير القانون تاع نزاعات نعم. نزاعات الفرديه ونزاعات الجماعيه نعم. نعلمه نعطيه طريقة تفكير جديدة، طريقة معالجة مشاكل جديدة نعم باش نخليه يعرف يتحاور ويعرف يضبط الإجراءات القانونية قبل ما يروح الإضراب. نعم. جانب آخر نعم. ولا تي سيستيماتيك ديك كاين اضراب الاداره تروح العداله العداله داكور لكن شفناكم ما تحركوش السيد لاباطشا في هذيك لا يعني ما شفناكمش دمتوا اه. مثلا نقابات قامت نقدرش. بالتعسف في حق المواطن لما نشوفوا اضراب آه ليستواغ آه سيد لاباطشا مؤخرا اضراب عمال الصيانه آه في لايغوتا لا هذه اسمها يعني يعني اضراب ما نسميش اضراب نسمي فوضى فوضى اضراب, فوضى. إضراب, فوضى. إضراب, فوضى. إضراب في, في, فوضى. في التربيه يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى هذا الاستوار ولا شركه اخرى من حقه انه يشل الطائرات أه من غير اسباب مذكوره يعني حتى لائحه المطالب ما نعرفهاش <applause> لماذا درت اضراب ما على بالناش كي تروح انت تشل الطائرات كاين ناس راح تنقل راهي مرضى كاين ناس عندها اشغال تنقل فيها كاين ناس باتت يعني يا هل ترى الحق الدستوري تاعي اللي يعطيني الحق في الاضراب يعطيني الحق باش نعفس على حقوق دستوريه تاع مواطنين مثل في الطب كيف انا نروح ندير اضراب في الطب ويجي الانسان يداوي ما عندوش حق باش يداوي ماشي حق دستوري باش يداوي التربيه حتى قبل تكلمت لك على المعلم على نعم. الاستاذ نعم. يعني القيمه تاع الاستاذ لما نردها حقيقه الاستاذ اليوم يعاني كينا منها وربما هذا هو نعم. الشيء اللي يخليه بالك بعض الاحيان يخرج نعم. عن نطاق تاعو الفوضى كيف اليوم احنا احنا ارباب عائله عندنا ابناء في البيت كيف يعني احنا نلقاو مشاكل باش نربي ولد وزوج وثلاثه ومن بعد نعطي 40 ولد الاستاذ ونقول له دبر راسك بهم صحيح بلا ما نوفر له الظروف لا ظروف ما نوفرلوش ظروف نشوف غير تماما المرسوم الرئاسي 266 14 اللي راه مجمد طبق في كل القطاعات ما عدا قطاع التربيه تاع اللي يتضمن آه يتم الـ 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 الشهادات نعم علاه ما نطبقوش علاه ما نطبقوش وهذا الاستاذ هذا اليوم ديميسيون تاع اولياء التلاميذ مه. دي ميسيون تاع الكل ونخلي غير الاستاذ يواجه 40 ولد بكري نهار كانت العائله صحيح. تقوم بدورها التربيه تاع التربيه لان ربما ما كانش تعاني نفس المشاكل الاجتماعيه اللي نعاونينها اليوم ما نحملهاش المسؤوليه باسكو كل نون يعني عنده هموم يعني يروح يجري كيفاش يوفر القوت لاولاده يعني مانيش ما نش نحكم ماشي إحكم انا نهضر ندير ان كونستا اليوم إحنا ما قدرناش نربي زوج وثلاثه في الدار وبعد بعد نروح نعطي الاستاذ 40 تلميذ نقول له دبر راسك يعني ظروف غير مقبوله دونك هذا الاستاذ لازم نوفر له الظروف نعم. لازم نوفر له الظروف نعم ولازم حتى الاولياء التلاميذ نعم. الاولياء احنا كاولياء لازم نلعب دورنا لازم نتابع نعم. كيف الاساتذه تاع البريمير نعم. والبريمير هو القاعده اللي ما عطيتش صحيح. قاعده للتلميذ خلاص ما بقى ني موايا ني سيكوندير ني لافاك نعم. كي هو المعلم هو الحارس هو اللي يقوم يعني باجراء الظروف باش يطعموا نعم. التلاميذ في القسم نعم. وكيف هذه؟ لا لازم نعاود نمد القيمه تاع الاستاذ هذا من بعد نطلب منه لكن وحتى الاولياء التلاميذ نعم. لازم يلعب دوره ويقوم بولاده انا قوم بوليد وننتظر هم. ايضا من اللي جيتي تلعب دورها لما تكون هذه آه الاضرابات غير المقرره نعم. غير آه. قانونيه لا انا نعم. بدوري الاضراب يعني نسيت يعني يعني روحي نعم. شويه كي تكلمت نعم. على نعم. الاستاذ هي هي كيكون حق مشروع مشروع المطلوب ان الاداره تتجاوب وتفتح حوارات نعم لكن آه. نعم. المطلوب ان الاضراب يكون قانوني أيضا. لا المطلوب نعم. المطلوب من نقابة يعني كيف انا نقدر ناخذ مسؤوليه نعم. ندخل عمال في اضراب غير شرعي وبعد بعد هذوك الناس نلقاهم مفصولين من العمل نعم هذه مسؤوليه شكون ومن بعد نطالب هذه مسؤوليه العمل العامل ما نحملش العامل المسؤوليه نعم. العامل عطاك مطلب نعم. ومن بعد انت اللي تعرف نعم. تسير المطلب تاعه صحيح انت اللي توجهه انت اللي تخير له الطريق القانوني نعم. باش توصل كيفاش جا طلب لي 10000 حتى نردولي لي صحيح يعني يفقد هذه مسؤوليه تاع نقابه احنا ما نقولوش ان الاضراب لا, لا الاضراب هو حق مشروع انتم بصدد ولازم وضع ضوابط في هذا الاتجاه لازم نحط ضوابط نحط ضوابط وقلنا هذا الشيء يمر المرافقه تاع النزاعات نعم. يعني المرافقه ماشي ابري كونستا نعم. افون دي كان تقريرات بلي كاين مشاكل لازم نوقف مع الناقات ونوجههم احنا تا لازم نلعب دور وربما هذه الاشياء تخلقت لان ما لقاوش مسانده وما لقاوش متابعه باسكو كي تكون متابعه يكون توجيه قال اتونسيون هذه ما تندرش هذه ما تندرش وقال العام تقدروا بهم لما يبدا الاضراب وتقول ننتصل. لهم ننتصل. هذا الاضراب هذا نتصلوا لكن في بعض الاحيان تلقى هذه الاضرابات فيهم وعليهم كان اضرابات يعني بمطالب اجتماعيه مه. وكان اضرابات سياسيه ثاني كذلك باش نتفاهموا يعني انا نقول الحقائق لبعضنا بعض كاين اضرابات سياسيه والاضرابات السياسيه تروح للفوضى كلمة اخيرة سيد لباتشا وصلنا إلى ختام والله نشكر المنزل. قناة التلفزيون اللي أعطتني اليوم الفرصة ربما عندي بزاف ما تكلمتش <applause> مرحبا بك آه لكن مالغري عندنا بزاف ما تكلمناش بيكوننا نعمل <applause> وإحنا محتاجين اليوم مساندة على القاعدة تاعنا محتاجين اليوم مساندة كل النقابيين تاعنا حتى حتى القضية هذه لا تاع قضية سليم الأمين العام <applause> نعم, نعم قضية الجميع صحيح. أنا اليوم نطلب المساعدة تاع الجميع من نزهاء الكفاءات باش يلعبوا دورهم كذلك وان شاء الله نصل اننا نبني منظمه قويه منظمه عادله منظمه اللي تسمح للفئات الشابه والكفاءات باش تبرز ان شاء الله نتمنى لكم ذلك السيد لاباتشا شكرا على تلبيه دعوه التلفزيون ودعوه برنامج الحوار الاقتصادي نتمنى ان نلقاكم في فرص اخرى بحول الله وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي يمكنكم إعادة مشاهدة البرنامج على صفحات التلفزيون الجزائري ظاهرة أسفل الشاشة نلتقي في عدد مقبل بحول الله دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته